أصدرت ريما الرحباني بياناً جديداً لها عطفاً على البيان والتحذير الرسمي الذي أصدرتهما خلال اليومين السابقين، وبعد وقت قليل من بيان أصدره أبناء عمها منصور الرحباني معلنة بذلك الهجوم العلني على عائلة عمها الراحل منصور. نشرت ريما منشوراً جديداً يوم أمس مستعدة فيه خلافات منصور وفيروز، وموجهة تحذيراً جديداً لأولاد عمها، مهددة بعدم ذكر اسم والدتها فيروز وبأنها لن تسكت بعد اليوم. وجاء المنشور التحذيري الثاني من ريما بسبب إعلان حفل موسيقي سيقام في كازينو لبنان من قبل أحد أحفاد عمها منصور الرحباني مع الفنان جي مانوكيان، ليقدم أغاني وموسيقى من أرشيف الرحابنة ولفيروز دون العودة إليها لأخذ موافقتها. وقالت: هذه الحفلة ستقام في نفس المكان الذي منعت فيه فيروز فيه من إعادة تقديم مسرحية يعيش يعيش. في البداية وجهت ريما حديثها إلى حفيد منصور الرحباني من خلال منشور لها وكتبت: هلأ كنصيحة، بما أنه 5 قطع ما بيعملوا حفلة، استعين بجدك بيساعدك إذا بدك، في عنده الحجارة فيك توزع حجرة حجرة، في عنده مصباح 1000 الثالث عمول عليها التباديع، معك مجال 3 والرابع والسابع قد ما بدك. سوري المشكل مش حافظ عناوين أخرى تساعدك أكتر، بس جدك شاغل 23 سنة لوحده، خذ من أعماله ولاصطفل أنت وعمومتك وبيك، والحلو أنه بهدول فيك تستعملهم بحجة أنك عم تعرف الجيل الجديد عليهم، تزبط معك هيك، وبنفس الوقت بلكي بيكونوا أوفر حظا معك من مع جدك. وتابعت حديثها في المنشور موجهة الكلام لأولاد عمها قائلة لهم: لما أنتوا يا أولادوا تسربتوا علينا، وقفتوا يعيش يعيش، ومنعتوا فيروز تعيد عملها عليها، أنتوا اللي ما إلكن شي ولا رأي بهالمملكة كلها، إنما بالزعرنة والوسخنة تبعيتكن، ولما نازلين تشويه بالأعمال عالطالع والنازل وتعربش على ظهر فيروز لأن ما عندكن شي تاني تقولوه ومن سنين. من ناحية أخرى نشرت ريما بعض المواقف التي كانت تحصل بين عمها وطريقة تعامله مع ولادتها فيروز لمنعها من الغناء، قائلة: لما منصور كان يحط لفيروز صاحبة الأعمال عصي بالدولي بكل المطارح وينزل فيها إنذارات بكل حفلة، ولما حاول يوقف كذا حفلة لفيروز وشد بإيديه وجريه بكل معرفه، لما رفع دعوى على فيروز بالشارقة بعدما قبض حصته منها مصاري وطلب جلبها مخورة اليدين بحجة أنه عم تشوه صح النوم، بعد ما كان هو المشوه الفعلي لمسرحية هالة والملك حينما حولها لفيلم نكس سيلينا، وأشارت أنه عمها استفرد بالأموال الخاص بعقد كان موجود وممضي بين الأخوين وفيروز ونادر الأداسي، وبقي يماطل فيه ويأجله لأن ذهب عاصي، وبعدما ذهب قام بالتصرف بما يريده هو فقط.